الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة. في إطار اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذا للنقطتين 18 من النقاط 20 المقررة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، القضيتين بتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف عام 1994 ولأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، وإدراكا من حكومة الوفاق الوطني أن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساس للسلام الاجتماعي وتوفير المناخات المناسبة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني المناط به تحقيق المصالحة الوطنية، يتطلب اتخاذ خطوات إيجابية من الجميع أولها الحكومة، وإقرارا منها بأن السلطات السابقة كانت المسؤول الأول وليس الوحيد عن حرب عام 1994 وحروب صعدة وما ترتب عليها من آثار ونتائج لذلك كله، وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، فإن حكومة الوفاق الوطني نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 94 وحروب صعدة أو شاركت فيها، تعلن اعتذارها لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى ممن كانوا ضحية تلك الحروب ولكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة، وتعتبر ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقيا تاريخيا لا يجوز تكراره، وتلتزم بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق كل ذلك. إن الحكومة بمناسبة هذا الاعتذار لعلى قناعة بأن مخرجات الحوار الوطني تمثل أهم الضمانات لعدم العودة إلى ماضي الانتهاكات موضوع هذا الاعتذار، وذلك من خلال الدستور الجديد والذي سيتضمن مبادئ وأحكاما ضامنة للمواطنة المتساوية والاحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان وحرياته ولتوزيع السلطة والثروة والفصل والتوازن بين مختلف سلطات الدولة وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام حكم جديد. إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تتقدم بهذا الاعتذار تدعو كل الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات الدينية والثقافية والفكرية إلى التعبير عن هوية جامعة لكل أبناء اليمن وإلى دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر، كما تدعو إلى التصدي لكل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو الجميع للتصرف بروح المسؤولية الوطنية والتسامح والإخاء.